اسمك ايه؟ حمودة بن حميدو. فتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اهلا بيكم. كلنا شفنا فيلم ابن حميدو بتاع اسماعيل ياسين وكلنا ضحكنا عليه، بس تخيلوا فعلا ان حميدو ده شخصية حقيقية. بس احنا في الفيديو ده هنعرفكم قصته سوا. هو اسمه الرايس حميدو بن علي، وهو جزائري الأصل. اتولد سنة 1773 ميلادية. كان حميدو بيحب البحر قوي، وتربى على قصص البحارة الجزائريين الأبطال. ورغم محاولات أبوه إنه يمنعه عن الالتحاق بالبحرية الجزائرية، لكن في النهاية ما قدرش، وبالفعل التحق بيها برضه وهو عمره 13 سنة، وقدر يعلى في المناصب من مجرد بحار لغاية ما وصل لمنصب أمير البحار، واللي بيوازي دلوقتي قائد القوات البحرية. في الوقت ده كانت فيه مناوشات كتير بين البحريات الأوروبية والبحرية الجزائرية، واللي كانت بتميل كتير لصالح الجزائر في عهد الرئيس حميدو. ومنها استطاع انه يستولى على واحدة من اكبر سفن الاسطول البرتغالي، واطلق عليها او اطلق عليها البرتغالية، واضاف اليها سفينة امريكية هي الميريكانا. وكان في ان هو يستغل الفرص اللي قدامه، يعني مثلا لما تصادف معاه ووقت قيادته وجود الفوضى اللي كانت موجودة بسبب الثورة الفرنسية، واللي أضعفتها كتير بعد ما كانت ند قوي للجزائر وحامية للأطراف الأوروبية. هو استغل الوضع ده بمكاسب في البحر على الأطراف التانية. يكفينا نعرف إن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده كانت موقعة على معاهدة مع الجزائر بتدفع بموجبها إتاوة مقابل حماية وسلامة سفنها. ولما تولى الحكم الرئيس جيفرسون أو جيفرسون رفض الدفع، فأعلنت الجزائر الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من عاصمة الخلافة العثمانية، وبقت السفن الأمريكية غنيمة للبحارة الجزائريين. وبعت الرئيس الأمريكي شوية من سفنه الحربية لطلب استفسارات من حاكم الجزائر، وصدفة شاف الرئيس حميدو السفن قريبة من الشواطئ الأسبانية، فقامت معركة كبيرة ولكن كانت غير متكافئة للأسف، لأن الرئيس حميدو كان بيقود سفينة حربية واحدة فقط مقابل 9 سفن حربية أمريكية. ومن الحظ الوحش للرئيس حميدو أصيبت قذيفة مدفع قوية سفينته اللي كان اسمها مفتاح الجهاد، واستشهد على أثرها. وبيقال إنه قبل استشهاده طلب من بحارته رميه في البحر في حال استشهاده. وفي يوم 17 يونيو سنة 1815 انتهت أسطورة بحرية كبيرة كانت بتدافع عن شواطئ بلادها حتى الموت. شكرا للمتابعة، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لفيديوهاتنا، واستنونا في الفيديوهات اللي جاية.